أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، حديثنا اليوم عن الصوم وقراءة في صحيح البخاري، باب وجوب صوم رمضان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة الآية 183. الحديث رقم 1891 من صحيح البخاري. حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا، يعني تتطوع بشيء. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. فقال الرجل: يعني أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. باب فضل الصوم. الحديث رقم 1894 من صحيح البخاري. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، جنة يعني وقاية، الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، اللي هو رائحة الفم الكريهة اللي بتبقى في حال الصيام، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. باب الريان للصائمين. باب الريان للصائمين. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة،
لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. باب الريان للصائمين. هذا الحديث رقم 1896 في صحيح البخاري. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. الحديث رقم 1901 من صحيح البخاري. حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. الحديث رقم 1902 من صحيح البخاري. حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا إبراهيم ابن سعد، أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. باب هل يقول إني صائم إذا شتم. الحديث رقم 1904 من صحيح البخاري. حدثنا إبراهيم ابن موسى، أخبرنا هشام ابن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول الله عليه وسلم قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، إنه يكون مش غير متزوج، العزبة. الحديث رقم 1905 من صحيح البخاري. حدثنا عبد الله، حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني وقاية. ونكتفي بهذا
القدر، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله تعالى نستكمل الحديث عن الصوم وقراءة في صحيح الإمام البخاري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.